وسط هذه الصورة، أوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى أن القاضي المختص في المحكمة المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة أوضح أن المحكمة مستمرة في إجراءات التحقيق بخصوص قضية عقد التأمين الخاص بالتربية مع إحدى الشركات، حيث تم اعتقال 8 من المتهمين الأساسيين وهم موقوفون حاليا على ذمة التحقيق، ومن بينهم وكيل الوزارة. وتم استعادة مبلغ 25 مليار دينار من مبلغ العقد البالغ 41 مليار دينار، وأن الجهود مستمرة لاستعادة المتبقي من المبلغ خلال الأيام القادمة.